هاي جايز واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم بهذا الفيديو رح تشوفوني عم بحضر السحور. قررت اليوم انا احضر السحور عن الماما لانه هي بالعاده كل مره بتحضر السحور، فاليوم رح فجأة وانا اعمل السحور. So let's go to the kitchen ونبلش تحضير. يلا يلا. So guys مثل ما انكم شايفين انا هلا بالمطبخ وقررت احضر طبختين. اول طبخه هي شيء اسمه همسه نعمله مع جبن وبندوره، وتاني طبخة هي الفول الاعتيادي. سو يلا نبلش ونشوف المقادير. ليتس جو. سو للهمسة بدنا جبنة، انا هون مختارة جبنة البريزيدون، بس فيكم تحطوا جبنة كيري او حيلا جبنة مدلوسة تندلس اوكي قصدي جبنة كريمية. وبدنا بصل، انا هون عم بحط بودرة بصل لانه ما لي خلق قشر بصل وحلو هناك. وفي عنا صوص بندورة، وبندورة واكيد مقلاية، وبدنا زيت زيتون. انا ما حطيت هون زيت زيتون نسيت. اوكي اول شيء نحن رح نعمله للهمسة هو نقشر جلدة البندورة. 6.5 hours later. جايز عم بعاني لانه جلدتها قاسية وهي البندورة مش كتير مستوية، ف نعود معكم بعد قليل. سو جايز خلصنا تقشير البندورة. هاي البندورة هلأ بدنا نقطعها مكعبات، يعني مشان وقت نحن عم نقليها تكون هين. سوري اختي عطست حدي. رح احاول نصغره مشان وقت التقلاية ضري انه يكونوا يستويوا معنا. اوكي ما حدا يعلق على تقطيعي، انا مش شف. ستاني بعدين بنصير بنحطهم بالمقلاية، واكيد انا بدي دوشين، سو تاني دوش بنعمله نفس الخطوة اكيد مع زيت زيتون. سو جايز حطينا البندورة على النار، وهلا حطينا شوية زيت زيتون مع بيزا منيح. وهلا رح نقلبهم على النار لحتى يتدبلوا منيح مع شوية ملح، ما منكتر ملح. لازم تذكرت انه لازم نهمسهم لانه اصلا هي اسمها همسة. هلا بنحط شوية بصل، فيكم تحطوا بصل انتم مقطعينه يعني، وبنهمسه. هلا بنحط شوية البندورة، اوكي كمان لقلكم انه هالاكل انا كمان اول مره بطبخه. اوكي كله تجارب، هلا كله تجارب. وجايز بعد ما نتاكد انه نحن همسناهم وعملناهم كثير منيح بدنا نحط هلا الجبنه. اوكي سو هلا بنحط الجبنه. همسهم مع الصوص بسرعة هيك. هيك بنضلنا عم نهلس ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه انا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان افهمك. ما بعرف احكي بقى. هيك بنضلنا عم 5 minutes later ندلس فيهم لحتى يتشرب الجبنة والصوص كله مع بعض وتصير القوائم جميلة. لا واثقة من نفسيها مش واخد بالها. وانا فكرت حالي شاطرة وقلت قوائم، طلعت قوائم.
مهم ما تصير القوام جنب. وللفول اكيد بدنا علبة فول وحامض، وانا بحب حط بندورة مع الفول فرح نحط بندورة. واكيد نحن بلاد عربية فكل شي بنعمله اعادة تدوير. هون بهذا الاطرميز اكيد ما في جبنة، في كمون، وهون اكيد ملح، وهون فلفلة حمراء والطنجرة. انا ما رح حط طحينة فيلا بلش. رح نعمل الفول والحمص. هيدي فول وحمص. وهلا بنحطهم على النار مشان يغلوا. وبعد ما يغلي النار بعد ما يغلي الفول بنجيب جاط بنحطه بقلبه وبنبلش نحط الملح والحامض والبهار الكمون وبنخلطهم بين. سو جايز هون الفول بلش يغلي عنا، فهلا بنطفي عليه وناخذ نشيل عنه شويه المي. اوكي وهلا الخطوه اللي بعدها مثل ما قلنا بنحطهم بجاط. واو وبمدقه من نطحنهم شوي. اوبس اوبس او سخن شوي سو مندقهم هيك شوي. اوبس وهلا بنزيد شويه ملح ويت ومنحط هلا شويه كمون ما في زغ نح. وهلا بنحط شويه حامض. يا رب تطلع طبخه طيبه ما بعرف. ونفعصهم شوي هلا احس لازم نستعمل الملعقة. ملعقة نحطهم كلهم مع بعض. وهلا للخطوة الأخيرة، وعلى أمل إنها تكون الخطوة الأخيرة، بنحط شوية فلفل حمراء. فلفل حمراء مطحونة ما بعرف إذا أخبرنا I don't know. حقيقة بس لكم انه انا هي اول مرة بطبخ فول. اوكي فعمل انها تطلع طيبة. وهلا لحتى اتأكد انه اذا طيبين رح اتذوق شوي. بدون ملح. كمان استخدم شوية حامض بس الفلفلات كتير منيح طيبين معهم والكمون. بندوق مرة تانية. ده انا متفاجئة من حالي كتير طيبين. هلا لحط شوية بندورة ما بعتقد بدنا اياهم كلهم. هاي هي وصفة الفول اللي طبختها لأول مرة. وكمان رح نحط لبنة وزعتر وزيتون وحواضر يعني حواضر. جايز نحن هون قطعنا خيار وبندورة وهلا رح نحط جبن. عنا نوعين جبنة، هاي جبنة أنا كتير بحبها مع الفول. وهيك هيدي الاكله جايز ما بعرف ليش حمرتني. هي الاكله ما بتمد كتير اوكي، ف قد ما تحطوا قد ما تطلع كميه قليله ف بس بتشبع اون جنرال. هون رح نحط شي الجبنه. هاي جايز انا خلصت تحضير السحور، رح فرجيكم الطيب. يلا
شوفي التاولي. واو حضرتي السحور؟ ايه ماما شي لذيذ. ايه واو كيفية. ليه فيو لفيفو ويك هاب. انا سائلي هاي جايز، كنا وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه، ومثل ما شفتوا الماما كتير انبسطت بالسفرة اللي عملتها، حس حالي عاملة انجاز. بليز ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وكومنت، وانتظروني بفيديوهات جديدة. باي.